لا ديري كي دايرين، لاباس عليكم؟ بخير مزيان. اليوم غادي ندير لكم واحد بحال كيك، بحال جينواز سويس غولي، زوين بزاف. غادي ندير الدراري، خاصة الدراري يعجبهم بزاف، وتابعوا معايا المقادير، كنتمنى انه يعجبكم، بقاو معايا. المهم المكونات اللي عندي، عندي هنايا 6 البيضات، هو نورمالمون حيت هاد البيض صغير انا زدت بيضه، نورمالمون ديروا نتوما غير 5 البيضات اللي عندكم كبار. عندي هنايا 90 غرام ديال الطحين فورس، عندي هنايا 70 غرام ديال السنيده، هادي 70 غرام اللي غندير مع البيض البيض. عندي هنا 50 غرام، 50 غرام هي اللي غنديرها مع الصفر ديال البيض. عندي خماره خاصها تكون عندكم، خماره ديال جوج، شحال هادي فيها؟ هادي 15 غرام. المهم غنديرو غير معلقه، غير معلقه، لانه ما خاص يكون 2 غرام، ولكن ما كايناش. عندي هنايا 50 ملل ديال الحليب، 50 ملل ديال الزيت، خلطتهم مع بعضياتهم، خليتهم بحال هكا، غنوريكم شنو ندير بهم في الاخر. المهم عندي هذا ضروري، هذا البانيو باش ندير البيض بوحدو والصفر بوحدو. المهم هذه دغيا ساهله زوينه، كتجي بحال كاطو وبحال كيكه في نفس الوقت. دابا غادي ندوزو المرحله ديال البيض، غادي نحيدو البيض على الصفر والصفر على البيض. المهم انا درت هاد المغارفه باش تصفي ليا البيض على الصفر، شتو مزيان. غادي نبقى ندير بحال هكا حتى نسالي. المهم هو البانيو ندير هنا وغنبقى بحال هكا حتى نسالي. كما كتشوفوا هادي مزيان، وحقيقه طريقه مزيانه هكا. ها نتوما هبط كلشي، صفات هذيك الصفرة مبقاش فيها، وصافي. وهذا ديالنا نديرو هنا، وكنبقاو على هذا الشكل، كنستمرو بعد ما كملت البيض ها هو درتو هنا والصفر هنا. المهم ندوز الصفر هو باش غنبدا. دائما كنحاول ندير البيض هنا حيت هو كيخصو الخدمه، دائما كنغلط وكندير هنا البيض وهنا الصفر، هادي عاده عندي. المهم غادي ندير واحد شويه ديال الملحه، اه شويه ديال الملحه باش كتحيد داك الزفوره وكتهرس داك سميتو، وغنزيد معاه 50 غرام ديال السكر. بعدا غادي نحركو، نفقصو هاد البيض الصفر بحال هكا، وغنزيدو كيما قلت لكم هاد 50 غرام هنا، وغنطربو مزيان، غنطربو مزيان هادشي. المهم كما كتشوفوا رجع على هذا الشكل بحال شي كريم، بحال شي كريم، شتو بحال هكا، كيتزاد الكميه ديالو كتزاد شويه. صافي غنخليه على جنب حتى عاوتاني ندير هادي، غنمسح هذا ديالنا باش يقدر يصدق لينا. كما شفتوا نقيت هذه مسحتها، دابا غندير البيض ديالنا غادي نديرو. دابا غندير السكر ديالنا، هي 70 غرام، 70 غرام ديال السكر، غادي نديرها على 3 المراحل. في هذا المرحله الاولى غندير معلقه واحده وغنكمل، غنزيد المرحله عاوتاني ثانيه، غندير عاوتاني معلقه اخرى كبيره هيا ياكو، نزيد واحد شويه. حاولوا ديروا لا فيتاس عاليه باش تقدر دغيا تخدم لكم البيض البيض. دابا غنكمل،
المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، غنزيد السكر اللي باقي كامل، وغنستمر في الخفق ديالو. وكما شفتو سالينا، رجع بحال شي كريم، بحال ميغانك. هانتوما تقيل، كما كيقولوا لا ماجي هكا هكا، ما كيتحركش. صدق مزيان، هما حاولوا دائما ديروا لا فيتاس عاليه في الباتور ديالكم باش يخدم لكم هاد لا كريم بحال هكا. ودابا كما شفتوا هذا الصفر ديالنا وهذا البيض، نورمالمون هذا كتخوي فوق البيض، مي انا حيت دابا عندي البانيو كبير، هذا هو اللي غنديرو مع الصفر. كما كتشوفوا هاد لا سبانسور تاعي غنهبط بها هاد البيض كامل، ها هو كما شفتوا. وغادي نحاول انني ما نهرسوش، نبقى بشويه على هذا الشكل، هذا بحال هكا، غنبقى بحال هكا بحال هكا، كنخلط حتى كيتخلط بشويه عليه باش ما يتهرسش داك البيض بحال هكا. ما تحاولوش تبقاو ديروه بحال هكا، ما تحاولوش تدوروا يديكم بزاف باش ما يتهرسش ليكم. كنستمروا على هذا الشكل حتى كيتخلط كلشي، كيتجانس كلشي، وعاد ديك الساعه تنديروا الطحين. بقاو معايا ونستمر على هذه الطريقه هذه. ودابا رجعت على هذا الشكل حيت انا خدات لي وقت طويل وانا كنخلطها بحال هكا على نفس الشكل، يعني صبروا شويه معاها، بقاو تخلطوا هكا 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 على نفس الدوره، ما تبدلوش الدوره باش ما يتهرش لكم داك البيض البيض. ودابا غادي ندير الطحين غادي ندير معاه معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، معلقه عامره حيت قالوا لي 2 غرام، كاين اللي عندي 2 غرام 15 غرام هادي صافي. الطحين ديالنا كما قلنا 90 غرام، نخلطو مزيان مع هذا هكا 90 غرام كما قلت. انا حيت عبرت ودرت العبار هنايا، هنا كتبته في الطبسال باش ما نعقش عليه. عندي هذا اللي كيغرب ليا الطحين، دائما نخلطو ديك الفارين مع سميتها مع الفورس، وهكا هو كيغربل. ندير اللي عندكم الصفاية ولا شي حاجة وديروها بحال هكا، حتى هو غنبدا حتى هو كندور يا حتى نسالي. عاد ناخذ منه واحد شويه غنديرو مع هذاك الحليب كما قلنا، قلنا 90 غرام ديال الفورس، كتبقاي تدوري بحال هكا حتى هو كذلك، كتبقاي دوري مزيان، كتبقاي على هذا الشكل. ويديكم تعيا شويه ولكن ماشي مشكل، صبروا غيطلع زوين، يعني يمكن لكم تخدموه في اي حاجه بحال الجينواز، اي هو بحال زايد شويه على داك الجينواز، حنا المقادير ديالو زايدين شويه بحال هكا. هو بدا يتخلط وبقى ليش داك الكويرات، و شتو هذاك الحليب اللي قلنا 50 مليلتر ديال الحليب، 50 مليلتر ديال الزيت، هي هادي شويه غنهز واحد جوج مغارفات من داك العجين غنديرو فيها باش نخلطو مزيان هكا، وغادي نخلطو
على هذا الشكل. مزيان باش ما يخسرش ليا ديك حيت هو فيه الزيت والحليب باش ما يخسرش ليا كل شيء. دونك درت شويه هنا وعاد هذا الشيء نرجعو فوق هذه كنخوي عليها بحال هكا. هانتوما ولا خفيف ودابا نرجعو فوق هذاك الشيء اللي قلت لكم. وغنستمر في الخلط عاوتاني حتى غيتجانس كلشي عاوتاني هكا باش العجينه غتخفف ولا داك البيض البيض ما غيتهرش لينا يبقى هو اللي قابط لينا داك هذيك العجينه هكاك شتوها عاد ما زادت خفافت. وصافي بحال هكا كنستمروا على الخلط وهكا صافي كتولي بحال هكا. ها نتوما دابا غنجيب داك الطبسيل ديالنا الفراغ درت فيه هذاك البارتي ها هو. انا دايره هذه ديال السيليكون تحت وغندير فوق منه حيت عاطياني العبار ديال سميتها دونك هاكا. وغنجيب هاديك لافارس ديالنا هانتوما كيما شتو وصافي. وغادي نقادوها انا نإيطاليو هادشي كولو غنقاوم قاوم معاها حتى نقادوها كنقادها باش تا ناخد العبار كامل. وها هي شتو كي قديتها كاملة باش الجناب قديتهم باش يجيو كلشي مقاد من فوق هكا هكا وصافي كتجي على هاد الشكل. دابا غادي نديرها في الفران و غنديرها في الفران. درتها على 180 درجة باش ما تحرقش حيت هي دغيا كطيب. من تحمر ليكم من حال ما ندير فوق ظهري دائما حيت كنمسح يديا قلت ليكم هتبدا تبان ليكم كدير واحد البويويقات هكا كيخرجوا عرفوها راه طابت ما تخليوهاش تتحمر اي شويه كتولي واحد الماء خفيف بحيدوها دغيا دغيا. ونوريكم دابا هي خرجتها كيما شفتوا تحمرات هكا على هاد الطريقه كما قلت لك هذوك البويويقات هما يعني هما تحمروا على هاد الشكل. ودابا نخليها تبرد واحد شويه باش نقدر من هذا سميتو نحيدها. ودائما نديرو بحال هكا نوريكم من تخرجوها زدحوها هكا هكا باش تقدر تحيد من البابي ما تبقاش لاصقه في البابي. و غتبرد واحد شويه وغادي ندير سميتو غندير هنايا الكونفيتور. نتوما شوفوا شنو بغيتوا واش الشوكولا ولا الكونفيتور ولا اللي بغيتوا. المهم الدراري اختاروا الكونفيتور ديال الفريز حيت ما كايناش الشوكولا كا كانت الشوكولا غندير الشوكولا مي الدراري بغاو الفريز. دابا غادي ندير الكونفيتور. المهم هاد الكونفيتور ما زوينش بزاف ولكن ما غنديرش بزاف هي شويه جامد مع راسو. يمكن لكم تهضروا غير مي راكو عارفين منو عتبانو
مي هضروا اللغات كلشي حاجه. انا كنت بغيت لاكون فيتش عايشه. وما كايناش اختي عيشه، كاينه هذه سميتها ديسيا. المهم عيشه احسن ماركه في الكونفيتير، زوينه واخا الفخيز ما كيكونش في هذا اللون كيكون مي هذه كنا جبناها، كنا محتاجه الكونفيتير لواحد الكاطو ما درناش، هو يبقى هذاك داكشي علاش جبناه بالسربه. المهم ما غنديرش بزاف حيت هي ديجا حلوه، غندير لهم غير شويه، هي اصلا ديجا بنينه بلا، غندير لهم غير شويه صافي. ما قصي شويه بزاف هادشي، لا حيت ما درتش غنديرها. اه واخا صافي، وغنبقاو بحال هكا ندهنوها مزيان كيما شفتو. غندير لهم غير هاد شويه هذا، بركه عليهم. هما السكر ديجا فيها هي جوج، درت في البيض وفي الصفر، اذا بلا ما نديرو السكر وقفي هنا وصافي. دابا غنشوفو واش غادي تحيد ولا لا. ديري عفاك واحد الموسى من موس مالك الضحك يا الفارة؟ عليا هذا هذاك جيبيه، ماشي مشكل. غنقسمها واحد شويه، بغيت تجينا هذا اللي قسمتي. بلاتي تنسالي ما قسموش هذا، راه غادي ندير له هكا. علاش انا غادي نحاول نقسمها هكا باش من ندورها تكون عندي سهله، فهمت؟ واخا هكا ما نبقى لا والو اصلا. كله غير كديري بحال هكا، ماشي كتقسمي هكا علاكم. اي باش تقسم ليا دغيا تلوى ليا، ما بقاش واحله هاكم. المهم انا دائما كنجرب في هذه، مي ما عمري جربت هاد الرسيطه ديال هاد الجينوات هذه بحال هاكم. ودابا غنشوفو دابا غنشوفو واش تحيد. غنبقاو نديرو هكا شويه بشويه شويه بشويه، اشي دابا الدراري راه واقفين عليا باغين هداك الفراتس ديال هادي، حيت هادي خصها تبرد واحد شويه. نتا إلا سخونة ناكلها. واش دابا قلتي هادشي لا فيديو؟ ماشي مشكل، ماشي مشكل، ماشي مشكل، أصلا مشكل. يام وكنبقاو نلويو على هاد الشكل هانتوما. شي دابا جاتني ساهله في التلويه، ما خداتش شي حاجه كثيره. شتيو جات زوينه. واو هادي لا ديكوراسيون عليها. بلاتي راه دابا نعطيك داري كيساينو غير باش نعطيوهم هاداك الشي لاصقين، ما مفاكينش غندوبهم هاك. انا غادي نعطيك فيه لوغو تاع البيض، لا خصو يبرد عاد باش ميبقاش فيه هاد لوغو. كنبغي لاباط هادي، انا عارفه انتي غابلك هاكا ديري هادي. المهم بشويه بشويه عليكم، انا حيت الدراري واقفين هنا بحال العسكر كيتسناو الفرصه ديال داكشي. هادي هادي عاغاد غنبقى على هاد الشكل. شويه انا حيت على الدراري باغين يدوقو هادشي، علاش كنزرب ويدرب يسال نقدر ندوقوها من بعد. ولا انت عاقم هاكي واحد شويه، هادشي ما باغاش تدوقي، قالت لك تدوق من بعد السيده. دابا جات مزيان، دابا هاد الورقه هادي غيدوقوها زعما هاكو سيرو الطبله. صافي وكتبقى على هاد الشكل، غنقطعو ليها واحد شويه من هنا ومن هنا
وصافي. ودابا غادي نقطعوا منها واحد شويه من هنا شويه من هنا كما قلت لكم. غنجيب واحد المصمادي دابا نقطع هذا كما قلت لكم. واو ها كل وحده تاخذ وحده. يلا شكرا. شو لا تعالي نوريهم جاوب بحال شي كي جات زوينه جات حشيشه وزوينه هاك. وصافي دابا غنديرها وغنديرها في الثلاجه تبرد باش البنان. وصافي البنات انا غادي قررت انني نسقيها بالحليب تجي لذيذه اكثر. غندير لها شويه ديال الحليب. واو شو اصلا شحال ما خويتو عليها كتشرب. الا بغيتو كاع ما ديروش حليب ديرو كراميل ولا ديرو اللي بغيتو كتجي لذيذه كتشرب. تشرب حليب شرباتو صافي كتجي على هذا الشكل. بغيتو تزوقوها بالشوكولا زوقوها حسن. الدراري ما كيبغيو يفقوا منها حتى حاجه ما ندير فيها والو غنخليها بحال هكا ياكلوها هكا وصافي. هذا ما كان الغزاله ديالي. كنتمنى انها تكون عجباتكم هاد الجينواز وكنتمنى انها تنال اعجابكم. وشكرا. غندوق انا كاع ما دقت ليش جديدة. مهم منصرت قطع. مهم يلا السلام عليكم. خليتكم على خير وتصبحوا على خير.